مال ايه بس دلوقتي؟ انا بقول لك حزبة الفلوس والمصالح والمؤامره، هو بيقول لك على جزء من الموضوع. انا بقول لك على جزء من الموضوع. قد يكون وارد كان قد طب نسمع فكرته بس بسرعه عشان اسال اعمم ارجع تاني للتعميم. يا نجم كبير، بصي سعد المجرد ده مش نجم 10 مليون هيتفرجوا عليه. سعد المجرد نجم هيتفرج عليه ملايين. في نجم كبير يتصارع معه داخل مصر بالظبط كده. هذا النجم هذا النجم عليه 150 ألف دولار لسعد المجرد، وهذا النجم له جماهيريه كبيره جدا، لكن سعد المجرد هو نجوميته اكبر. اكبر تحرش النجم الثاني ده. انا تفاعلات يا استاذ احمد، بس تفاعلات السوشيال ميديا اصل انا بقدر اقيس هل الناس دي بتتكلم بشكل عفوي وتلقائي، هل غضبه الجمعيات النسائيه دي لا يمكن انها تدار من نجم غضبان من لا بص يا استاذ هقول لك يا استاذ او تدار من حد شركه متضايقه من الشركه. استاذ وائل في عدوى على السوشيال ميديا. حضرتك لو كتبت راي دلوقتي وقلت انا ضد محمد رمضان هتلاقي 20 واحد كتبوا فجاه. طيب. حد كتب انا كمحمد رمضان دكتور هاني طيب. او واحد انا كده. انا اذكرك بواقعة مثلا وانا اشتغلت فيها، قضيه مثلا الفنانه المطربه الكبيره ميادة الحناوي منعت في وقت من الاوقات من دخول مصر، واتهمت باتهامات متعلقه بالتجسس والتخابر. حينما التقيت باللواء نبوي اسماعيل وزير الداخليه الاسبق قال لي الحقيقه كامله، قال لي لا في لا تجسس ولا تخابر ولا، قال لي عبد الوهاب جالي وعيط قدامي وقال لي نهله القدسي هتطلقني هتسيبني وانا اموت لو نهله سابتني لو ميادة دخلت مصر تاني ولازم نمنعها من دخول مصر نهائي. واو في اعتراف موجود ما فيهاش تحرش. ما فيهاش تحرش. قعدنا نتهم الست طيله السنوات الماضيه بانها جاسوسه وكانت تتخابر على مصر، خاصه العلاقات بين مصر وسوريا كانت سيئه بسبب كامب ديفيد. واتضح في النهايه انها قصه عاطفيه، عبد الوهاب احبها، نهله القدسي شعرت بالغيره، قالت له البنت دي لو جت مصر تاني انا مش هقعد في البيت وهسيبك وامشي وارجع الاردن تاني، وبكت امام وزير الداخليه الاسبق نبوي اسماعيل، وهو روى لي هذه القصه مسجله وعندي. طيب ظلت تتهم بالتجسس والتخبط، ما هنقعد نتهم الشخصيه بالتحرش؟ ما تشاورش عليها بس النهارده. ثم يثبت في النهايه انه بريء، انه بريء. بص يا استاذ، اصل فعلا قضيه شائكه جدا وحساسه جدا جدا، وانا الحقيقه يعني مصر اعممها واخرج من الدائره الضيقه للقضيه بشكل عام. وانا عايز اعممها لان هناك من دفع الثمن بسبب فكره الشبهات او الاتهامات. تمام. طول ما هو متهم امام القضاء لا استطيع ان انا أثبت التهمة عليه. هي المشكلة أن سطوة الإعلام قوية جدا ومؤثرة جدا سواء بقى بالإيجاب أو بالسلب. هي دي المشكلة، أنه ممكن جدا فعلا يعني تصيب حد بمشكلة وهي مش عنده، لكن إحنا بنقول أنه أكيد في ضحايا كثيرين، لكن بمبدأ اتقي الشبهات. أنا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا كنت عايز أتكلم فيها، وهي أنه الفنان المفترض أنه في كلمة بنقول دايما حتى بندرسها لأولادنا في الأكاديمية عندنا في الفنون، أكاديمة الفنون، إنه المصداقية. حضرتك المفترض إنك فنان جمهورك لازم يصدقك. عشان يصدقك مش ممكن يشوف من حضرتك تصرف خارج وزي ما بنقول خارج عن الإطار الصح يعني، وفي إزاء للغير، وأن تيجي تقدم لي عمل فني تقدم لي فيه قيم وعايزني أقتنع بيه وأصدقه. طب انت يعني طبق عليه على نفسك الذين يقولون ما لا يفعلون. فهي كمان في حاجه ثانيه اصلها بقول لحضرتك حساسه جدا. طب انا ممكن جدا قريت بحث هام جدا انه احيانا الممثل يكون في حياته الشخصيه بيرتكب اثام كبيره جدا لكن بيؤدي الدور بصدق شديد، بيتطهر وعشان كده بيبقى صادق جدا وبيوصل معاني نبيله جدا، لانه اكيد جواه الفطره اللي جواه انه عايز يبقى عارف انه بيخطئ، فلما بيقدم شخصيه بيقدمها بيتطهر فبيقدمها في اعظم مصداقيه. طب ده انا اقول لا عشان هو سلوكه الشخصي فما يشتغلش الدور ده. هي عشان اقول حاجه كده قضيه حساسه جدا، لكن عشان كده بنقول للفنان لا عليك. قضيه حساسه بس انتم يعني انت متناقض هنا متناقضين على السوق. اطلاقا لا لا اطلاقا مش اطلاقا يا استاذ عشان الخص بقى ده ما يبقاش في التناقض. العدل يعني هلخصه، عليك ان كلما انت في مكان عام ان تلتزم جدا
لان انت مرصود والاعلام النهارده مفيش النهارده يعني حضرتك كل الناس قاعده معاها موبايلات يعني هترتكب اي خطا هتتفضح فضيحه يعني الناس كلها عارفه فضيحه الايه يعني فانت اذا لم تراعي سلوكك في الخارج لازم هتتحمل النتيجه لازم المجتمع يعاقبك ولما هتيجي تقدم ليا عمل فني مش هصدقك لكن هترتكب كلنا ذنوب هترتكب الخطا يا سيدي اقفل على نفسك وخليك لغايه لما ربنا يعفو عنك لكن ان ترتكب المعصيه على الملأ وتشيع الفاحشه وانت راجل بتقدم القيم للناس وعايز الناس تصدقك لا انا اسف لازم بس سعد المجرد ما عملش كده سعد انا بتكلم على القضيه العامه دلوقتي يا حبيبي كانت القضيه عامه يعني في الاول زي ما قلت لحضرتك انا اعلم ممثلين مفيش داعي طبعا يعني ذكر الحياه الخاصه في حياتهم الخاصه بيرتكبوا اثام عظيمه جدا انما في يعني لكن عامل دور واحد من الصحابه مثلا عظيم جدا ما اقدرش اقول ما تعملش الدور عشان انت بترتكب هذه الاثام يعني لكن لا ترتكبها على العلن يعني انت لو قرات اعترافات جان جاك روسو واحد من اهم المثقفين اللي كانت افكارهم صنعت الثوره الفرنسيه هتتقيئي من الحياه الخاصه هو اللي قايل على نفسه مفيش واحده راحت اتهمته لما واحده تروح تتهمه انا هقف معاها لحد ما اجيب لها حقها قصدها الاعتراف بيطهر يعني الاعتراف بيطهر هو اعترف على نفسه انا بحترم الاعتراف في الخطا انا مالي اللي تضرر حضرتك لحظه طلع براءه طلع براءه على فكره خلاص طلع براءه مين سعد اللي مجرد عنده قضايا عنف مش حقيقي ضد المراه عنده لسه في باريس لازم يروح يكمل قضيته في الاول المحكمه ادانته ما ادانتهوش ادانته بشهرين ونص اتحبس عندك اسمه ايه ده على فكره كريم بنزيما كريم بنزيما اللاعب بتاع ريال مدريد مفيش عندهم وزن ما زال متهم في قضية وأنا شفت يعني أدلة براءته في عاملينه فيلم وثائقي ومع ذلك المدرب واخد منه موقف لغاية دلوقتي ما بيلعبوش يشركوا دوليا في فرنسا لغاية أنه درجة أنه هدد أنه هيلعب دولي مع الجزائر اللي هي بلده الأصلي كريم بنزيما احنا عايزين نحط شعار كده أستاذ وائل عشان لا نظلم حد حط الكمامة ده لا ده أنا براعي نمشي السلوك ده للناس حطوا الكمامة على الهواء ما احترازية إجراءات احترازية هنعطيك كمامة تانية حالا طيب احنا عايزين نحط قانون المجتمع ينتفض ونقول للناس ده غلط حتى لا مهما كان هذا الشخص سيبك من شهرته وسيبك من ام الترندات اللي احنا بقينا شغال لان اي رقاصه درجه 10 بتطلع يعني تعمل مش عارف ايه بقت ترند وانا مش عارف ايه ام الترند اللي طلع لنا ده المهم لغه العصر فالمجتمع ما بيسموه كيف استيقظ واركب الترند يعني اصبح في المقدمه ما شاكوش ده راكب الترند وبيكا وما اعرفش بيكا وبقوا خلاص بقينا اورتيجا واكا وما اعرفش الكلام ده كله اللي موجود ده مش مقياس الشهرة دي ممكن واحد تقلع هدومه في ميدان التحرير اشتهرت ثاني يوم الجرايد والدنيا كانت لكن النجاح ده لازم يبقى فيه تعب فيه ام كلثوم فيه مجهود حربي فيه قيمه وطنيه فيه قيمه المراه المصريه اللي راحت جمعت الفلوس دي كلها يعني احنا لكن... ندعم يا استاذ سمير ان هو واحد يتهم في لا 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 انت اعلني رايك بص يعني احنا ندعم ده احللك المشكله عكس الكلام اللي بيقوله احنا يا ست يعني احنا كل ما واحد يجي لنا متهم في قضيه تحرر لا 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 هو احنا اعلنتي انت اعلنتي رايك وقلتي هذا الرجل مغضوب عليه في مصر من المرأة المصرية طبعا ده المرأة المصرية المرأة على مستوى العالم تمسكي أي رجل يحاول يتعدى حدوده تمسكي في وصول للاغتصاب أو التحرش أو اتهام إن شاء الله تكون من سيدة تمسكي واحدة برأيك. بصي يا أستاذة لابد أن يكون المجتمع كله خدتوا مساند لها خدتوا موقف هم خدوا موقف بس خلاص ونجحوا في إلغاء الحفلة لكن لو القانون جابه هتعمل ايه مثلا قانون ايه اللي هو براءه الدولة انا بحترم هو ممنوع من دخول مصر لا حضرتك لحظه حضرتك بتقول دلوقتي لو القانون خلاص براءه قولوا الناس ما تروحوش حفلاته لا. بقى حضرتك لحظه احنا دلوقتي القانون ليه مساره والمجتمع ليه مساره شخص متهم بالتحرش والاغتصاب هو امامي انا كسيده هو متهم خلاص انت علمت عليه يا جوزي بقى ما فيش تطبيع معاه ما فيش مباركه معاه انا ما اقدرش العالم الذكوري بعد ما تحرك انت بعد ما خلاص يعني الراجل هيجي يروج لك سياحه وهيجي على مدار سنين العالم الذكوري دمرنا طيب. هنا هنا لكن ايش بس كلام غوغائي وكلام كتير وكلام من اللي بسمعه لا لا بلاش بقى بالذكور مش ذكور وكرامه كلامك كلامك بس يعني غوغائي وكلام كتير جدا ومش لا 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 المصطلحات دي يعني بتتكلم في كلام وحق المراه ومش المراه استاذ الذكور ايه الذكور ايه ما تشوفك عندنا كم وزيره الذكور ايه واحسن ناس واحسن لا لا البلوت كلها المصريه مين اللي مشغلها يا واحد كلنا بنتكلم يا جماعه